بالثامن من شهر آب عام 2006 اجتمع ما يقارب 75 من الخبراء المختصين بمجال إدارة المواد البشرية وبعض المختصين بتأسيس الجمعيات الأهلية، حيث تم ترشيح 12 منهم كأعضاء مؤسسين أخذوا على عاتقهم ترجمة هالفكرة إلى مهمة ورؤية وأهداف من خلال إقامة جمعية سورية تعنى بإدارة الموارد البشرية بترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية. أكيد لنحكي أكثر عن الجمعية ومشاريعها معنا الدكتور منير عباس مدير جمعية الموارد البشرية. سعد صباحك دكتور. صباح. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. سعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا فيك. يمكن الظاهر بدنا نوضح شوي صغيرة. يوم تأسيس الجمعية 14/1/2007 اجتماعها كان اجتماع التأسيسي و12 واحد من المؤسسين، ونحن ب 14/1/2017 احتفلنا بالعاشر سنة بالإنجازات. الحمد لله موجودين على الأرض وبقوة طبعا، يعني حتى بسنين الأزمة نحن ازداد شغلنا أضعاف عن أول. يعني اليوم دكتور نحن لينا نحكي شوي عن أهمية تنمية الموارد البشرية لحتى تكون فعالة أكثر الإنسان بالمجتمع. أنا هون كمان بدي أوضح بس لغط صغير بيصير بين تنمية الموارد البشرية وبين إدارة الموارد البشرية. التنمية البشرية هي مفهوم أوسع بكثير من إدارة الموارد البشرية. التنمية البشرية تنمية سكانية، تنمية عمرانية. تنمية الموارد البشرية بتيجي مفهوم أعم بكثير، ماكرو كونسبت. بينما بالتنمية إدارة الموارد البشرية كمفهوم خاص هي جزء من التنمية البشرية. فالناس بتخلط بيناتهم دائما، بيقول لك هذا خبير تنمية بشرية. هو خبير أبدا، خبير إدارة موارد بشرية. خبير التنمية البشرية بيكون هو على مستوى اقتصاد كامل، على مستوى بلد كامل. تنمية إدارة الموارد البشرية أو الشيء الخاص بإدارة الموارد البشرية الـ HR هو على مستوى العنصر البشري في أي مكان. أما التنمية البشرية أوسع بكثير. أوكي. دكتور، كان للجمعية العديد من المشاريع أو كان أهمها يلي أول مرة يمكن يطلق بسوريا موضوع الرواتب والأجور، خلينا نتعرف عليه أكثر. تمام. وكلن هي جمعية بكل سنة من سنواتها بتطلق مشروعين أو مشروع بيكون متميزين وبيكونوا لأول مرة مطروقين بسوريا. هذا الموضوع شائك جدا، ونحن أكثر الناس جديرين أن نطلق هذا المشروع، لأنه المعني بالرواتب والأجور في أي جهة من الجهات هو إدارة الموارد البشرية، بيكون جزء من عملها الرواتب والأجور والتعويضات والحوافز. أطلقنا هذا المشروع بشراكة 22 شركة بسوريا، كبرى الشركات من أكثر شركات استيعابا للعمالة مثل شركات الاتصالات سيريتيل وإن تي إن، حتى أدنى يعني أقلها عددا بأفراد اللي هي ممكن وصل معنا بعض الشركات ل 50 عامل، يعني من 4500 6000 عامل إلى 50 أو 52 عامل شاركوا معنا. وهو كان نواة لمشروع إدارة الرواتب والأجور عندنا في سوريا، ولهلأ بعدنا عم نحلل بمعلوماته. يوم الأحد القادم رح نطلق نتائجه، وحتكون نتائجه أكيد مفاجأة جدا، لأنه لقينا في فروقات كتير كبيرة بين الرواتب والأجور. خلينا نعطي مثال بسيط، مثلا راتب محاسب ممكن تلاقيه في مكان ما 24,000 ليرة، ممكن تلاقيه في بعض الشركات 200,000 ليرة، في هو كتير كبيرة. فهون بيدخل فيها مفهوم جديد إنه شو هي واجبات ومهمات هالوظيفة هي. الله، هون المحاسب عم يأخذ 24 وأنا عم بأخذ 200,000 ليرة أو العكس بأي مكان، ليش ما عم يزيدوني رواتب؟ في شيء هون لازم يعرفوا كل الناس بكرة بعد ما أطلق النتائج، إنه هذا توصيفه الوظيفي يختلف تماماً عن توصيف نفس الوظيفة اللي هي اسمها المحاسب في مكان آخر. فلذلك حيكون النتائج جداً مفاجأة. حسب المكان. تماماً، حسب المكان وحسب التوصيف الوظيفي لك والمهام الموجودة معي. مثلاً أي شخص فني في إذاعة بسيطة غير فني مثلاً بهيئة عامة بتلفزيون كبيرة وهي شيء، هون اسمه الفني نفس التسمية الناس بتوقع فيها بالغلط. فحيكون بإذن الله يعني نتائج كتير مفاجئة، وإن شاء الله للخير حتى نقدر نقود سوق العمل عنا والرواتب والأجور والنظمه شوي صغيرة. ونحن بنفس الوقت اشترك معنا القطاع الخاص كل الشركات، وكمان في معنا 4 شركات قطاع عام. قطاع عام أخذ صبغة القطاع الخاص. يعني قلنا بركدا أنه ممكن تطلع معنا النتائج يصير في عنا رواتب وأجور جيدة، هالشي هذا يقود القطاع العام لتطوير بعض الرواتب والأجور. يعني المشروع مو بس بيشمل القطاعات الخاصة، أيضا كبير. كان في انضمام للقطاعات العامة تماما. ونحن كتير بيسرني أنه أشكر كل الجهات اللي شاركت معنا وفصحت عن معلومات الرواتب والأجور، لأنه الموضوع شائك جدا. بتعرفي أنت بيخوف كتير لبعض رجال الأعمال أنه يفصحوا عن الرواتب
بالاجور خوفا من انه بيكون التامينات الاجتماعيه وكلياته، انه وعدنا نحن بالشفافيه الكامله حتى ينجح المشروع. وعدنا الكل انه تكون في سريه تامه ببعض النقاط اللي هي بتخص خصوصيه الشركات، وبنفس الوقت الشيء اللي بيهم سوق العمل نحن حننشر هي المعلومات. على اي اساس الدراسه صارت؟ كيف كانت وكيف اشتغلتوا عليها؟ الحقيقة صار للدراسة سنة ونص عم نقوم فيها. أول شيء أعلننا عن المشروع، قلنا مين الشركات اللي بتحب تشارك. أول شيء شارك معنا شيء 54 شركة، بعدين شوي شوي بصير وقت توصل إلى الجد بينسحب بعض الشركات. 22 ل 24 شركة كانوا جديين وضلوا معنا للأخير. استبيان عبوا كلياته بالوظائف الموجودة عندهم، بعد التوصيف الوظيفي المختصر لكل وظيفة مشان نفهم ليش كل هو بين الرواتب، وبعدين ما هي الرواتب والأجور، الراتب المقطوع، بعدين الراتب زائد الحوافز والتعويضات والمزايا الأخرى كلياتهم. تحليل الداتا هو الأصعب. الاستبيان كان الإجابة عليه أسهل من تحليل الداتا. تحليل الداتا هو توحيد المسمى الوظيفي، يعني مثلا بتلاقي نفس الوظيفة بتعمل نفس الشيء بس هون مسمينا شيء وهون مسمينا شيء. بدك تفوتي لتفاصيل الوظيفة وتتواصلي مع الشركة والقائمين فيها حتى تعرفي انه فعلا هي الوظيفة نفسها اللي موجودة بشركة تانية تحت مسمى تاني. غير هيك في وظائف نادرة خاصة بالقطاع نفسه، مثلا شركة سياحية عندها وظائف غير موجودة بشركة مثلا غذائية، غير شركة ألبسة. فتوحيد هالمسميات هي هو الأصعب. بس أنا بوعدكم أنه حيكون المشروع الثاني يعني أو الجزء الثاني من هذه الرواتب والأجور أوضح بكتير، وعلى مستوى ماكرو على مستوى سوريا كلها، لأنه في كتير شركات ندمت أنه ما فاتت معنا، لأنه نحن وعدنا الشركات اللي مشاركة معنا تأخذ الداتا كاملة. يمكن الإعلان عنه والترويج له ويمكن شرحه بشكل مفصل هو بيساعد كتير على بعض الشركات لتتجرأ وتدخل معكم. تماماً. وغير هيك أنه الوزارات كتير مهتمين فيه، لأنه هي أول نواة لدراسة رواتب وأجور بالجرأة هي وبالشفافية. فلحنا هلأ لنا الشرف أن نقوم بهالشيء هذا، وهذا أقل واجب نعمله مثلاً لقيادة رواتب وأجور. خلي شوي صغيرة أنه القطاع منظم أكثر من هالعشوائية الموجودين فيها. والتفاوت يمكن الموجود بين مثل ما قلت حضرتك القطاعات العام الخاص أو حتى الشركات، يعني إذا كانت خاصة في تفاوت بين الشركات بين شركتين منافسين لبعضهم. مثلا بقطاع الاتصالات في تفاوت بالتسميات، في تفاوت بالرواتب والأجور، بس هالشيء هذا محتفظة فيه كل شركة لأول مرة بيكون بالببليك وبيكون تحت الضوء. ممكن هذا الشيء هذا المشروع يساهم بأنه يصير في طبعاً. يعني تساوي. هلا الحقيقه اللي بيقوم بهي المشاريع برا مثلا بامريكا ولا باوروبا هو غرف الصناعه والتجاره، لانه عندهم منتسبين كل الصناعيين وكل التجاريين. اما نحن على مستوى متطوعين هالشركات ما لنا ملزمه، بينما وقت تلزمي الشركات وهي مسجله كسجل تجاري او سجل صناعي انه واحده من مهامكم انه تشاركوا برواتب والاجور كسيرفي، بيكون عندك شيء اكبر بكثير مننا. نحن اجتمعنا مع غرفه التجاره وحكينا بمشاريع كثير اللي احنا لازم نسلمهم اياها هن يقودوها بالمجتمع. يعني مثلا برا بتتخرجي انت كخريجة جديدة وبدك تعرفي قديش ممكن يكون راتبك، بتروحي لغرفة التجارة وبتقولي انه راتب المهندس مثلا قديش بالسوق، بيقولوا لك كمبتدئ قديش بتاخدي لا انسان بروفيشنال بالهندسة. فهي غرف التجارة بتكون عندك احصائيات جيدة لها وبتساعد تقود سوق العمل لطريق صحيح، لحتى قبل ما تختصي تعرفي قديش راتب واجر هالمهنة هي اللي بدك تمتهنيها او بدك تدرسي بالمجال تبعها. تماما. دكتور، كمان من احدى المشاريع اللي كمان عم تشتغل عليها وراح يتم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة دمشق، قديش مهمة هالاتفاقية هاي وشو أهدافها؟ نحن لأول مرة بنطلع على منبر غرفة التجارة بخمسة سبعة، دعونا تحت ندوة اسمها ندوة الأربعاء موجودة بغرفة التجارة بشكل دوري، وسمينا الورشة اللي احنا طلبنا تكون تسمية الورشة أهمية إدارة الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص. تعرفي احنا لسه لهلا عندنا في القطاع الخاص بعضه بيقوم على الفاميلي بزنس، يعني كلياته المفهوم القديم للإدارة شخص واحد وان مان شو هو بيكون والناس كلياتها بتعمل له ريبورتينج. هالشي هذا وكان في حضور كتير رائع، انسرينا بهالشي وأرجينا أهمية. غير هيك ما حكينا نظري، جبنا ثلاث شركات عملية وقلنا لهم ما قبل الHR وما بعد إدارة الموارد البشرية. حكوا كل واحد من مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص وتحت مثلا إدارة رجال أعمال مثل الحضور اللي كانوا موجودين معنا، وحكوا لهم بالتفصيل خلال سبع سنوات شو الفرق اللي صار وقت كان في إدارة موارد بشرية وقت كان من زمان في إدارة شؤون العاملين. هالشي هذا سرهم كتير وحبوا يوقعوا معنا مذكرة تفاهم. أنا اليوم الساعة 11 عندي موعد مع مدير غرفة تجارة دمشق، بدنا نحكي بالخطوط العريضة للمذكرة وراح نوقع المذكرة إن شاء الله ما تكون هي حبر على
الورق حتكون فعالة، لأنه نحن بلشنا بالعملي قبل ما نبلش هو النظري. هني شافونا شو نحن، وهذا الشيء اللي بنتميز فيه كجمعية، من أرجي عملنا بعدين بنضوي عليه إعلاميا. فلحنا موجودين بعملنا أكثر ما موجودين إعلاميا، يعني أشخاص بتوقع مذكرات وبتمشي. فقلت لهم إذا ما بدها تكون مذكرة فيها نتائج عملية للقطاع الموجود عندنا، قطاع الصناعي والقطاع التجاري وكلياته، بلا ما نوقعها كلياته من خلينا بدون مذكرة. اليوم حنحكي عن خطوط العمل. اكيد احنا بيهمنا دكتور انه نعرض نتائج عملكم كمان ونتعرف عليها اكثر لحتى نشوف قديش بالفعل عم تشتغلوا على ارض الواقع. انتم قناه الاخباريه موجودين معنا دائما، الله يعطيكم العافيه، فموجودين وبتضووا دائما على كل نتائجنا وعلى كل انجازاتنا. يعني معاصرين معنا لمده 5-6 سنوات موجودين معنا، موجودين على الارض معنا. بنشكركم، بنشكر منبركم الاعلامي. بس احنا في عندنا عده مشاريع، في عندنا مشروع ثاني هو معايير مهنه الموارد البشريه. احنا كمان عم نحط معايير للمهنه بسوريا. هي بداية إنه الواحد الحلم الكبير تبعنا إنه يوما ما يصير في عنا نقابة ممارسي مهنة إدارة الموارد البشرية، إنه بيكون في سولد عالمي. ما موجودة هالنقابة بكل العالم. لحنا بحب نوه بس للمشاهدين إنه لحنا ثالث جمعية مستوى الوطن العربي والرابعة على العالم. وغير هيك لحنا هلا براسلون عدة جمعيات كبرى بالإتش آر بيستغربوا وجوديتنا بالأزمة، انه انتم موجودين شو عم تعملوا كيف الوضع. فلحنا نحن واحده من عناصر الامان اللي بتدلك انه الاستقرار موجود الحمد لله والحياه الطبيعيه موجوده. زادت اهم مهماتنا كثير. في شيء نحن بهم المشاهد يعرف عنه انه نحن بندرب مجانا ونعطي ورشات مجانيه كلياتها بكل مجال مهارات الحياه، بنوزع مجانا، بنعلن عنها بصفحاتنا هي IHRM-Syria موجودين. نحن بنعلن عن الورشه قبل الاسبوع وموجودين مع كل الجهات. اي منبر من المنابر اللي هو بيقود او بيكون نتائجه كلها بتنعكس على المجتمع اللي احنا شركاء معه. فنحن عملنا تطوعي بحت كامل، كل الموجودين معنا مدربين معتمدين وموجودين باسماء مرموقه كلياتهم بعالم التدريب، بس يوصلوا معنا على منابرنا كلياتهم بتكون خدماتهم كلها مجانيه. يعني هي الخدمات يلي عم تقدموها لاي درجه فيما بعد رح تحقق وتفتح ابواب كثير مهمه، خصوصا بما انه كنا عم نحكي قبل شوي على مذكره تفاهم مع قطاع عام مع القطاعات العامه. هلا احنا موجودين بالقطاع العام والقطاع الخاص. مثلا بالقطاع العام احنا بندرب بجامعه دمشق. احنا بيهمنا كثير انه الخريج اللي بده يتخرج من الجامعه ما يكون انسان ضايع بسوق العمل. احنا بنوجهه من كتابه سي في تبعته لحتى كيف يتجاوز مقابله العمل، لحتى نعمل له توجيه مهني لوين لازم يروح. بعد هيك احنا بنقول له كيف يفاوض على راتبه. بعد هيك احنا بنقول له شو هو الراتب والاجر وشو هي الحوافز اللي ممكن يحصل عليها. بعد هيك بنقول له كيف يتطور داخل المؤسسه، كيف يطور الكارير تبعه كلياته. يعني عمليه الاتش ار بتبلش من قراءه سي فيتك حتى تاريخ التقاعد للعنصر البشري. احنا بنوضح له كل هالامور، لانه انت بتعرفي اي خريج جديد بيرجع بسوق العمل كانه طالب بكالوريا من اول وجديد. وين بده يروح؟ وين الانسب له؟ وغير هيك بحسب انه اللي درسه بده يروح يمارسه فورا نفسه بقلب القطاع الاعمال. هالشيء هذا ما انه موجود. الدراسة بتساعد بالناحية النظرية، ولكن الواقع العملي بيختلف كتير. نحن عنا كتير لازم عدم الربط بين سوق العمل وبين المؤسسات التعليمية والمؤسسات اللي بتدرس عم بيخلي في فجوة كتير كبيرة عم بيعبيها المؤسسات اللي مثلنا. يعني مو نحن بس الموجودين، موجود عدة جمعيات أهلية عم تعنى بموضوع أخذ باليد للخريج الجديد وتوصيله للمكان المناسب له. بتلاقي وقت يجي الخريج لعنا ويعرف انه فعلا الحياة العملية بتختلف شوي عن النظرية، لحنا كأنك عم تعملي له وارمينج اب تحمايز صغيرة انه تعال هون مشان ما تتفاجأ بكرة بقطاع الأعمال. القطاع الأعمال مو مثل ما درست انت بالجامعة، هونيك طالب وتلقيم، اما هوني في شيء بدك تمارسه. هوني اللي احنا بنهتم بالكومبيتنسي بالكفاءات تبعته. فبتلاقي في كتير اشياء هو ما حدا مكتشفها فيه هو عم يدرس، بينما قطاع الأعمال بتلاقي اكتشف بحاله كثير أشخاص عدة موجودين فيه وما بيعرفون من تحته الفرصة نهائية. كمان يمكن في بعض الشركات وكثير منا دكتور بيطلبوا وقتها يكون في أي حدا عم يتقدم لوظيفة أنه يكون عنده خبرات متراكمة. هلأ هون شو دوركم بيجي لمساعدة أي فرد هو مقبل على عمل بنهاية دراسته الجامعية بده يفوت بقى على سوق العمل؟ كيف تخلوه يتخطى هالخطوة هاي؟ هلا نحن الشركات اللي بتطلب الخبرات لبعض الوظائف، بس الوظائف الاخرى كلهم يعني القائمين على اعمالهم بيعرفوا بالسوق السوري انه الخبرات صارت ما كثير موجوده، بالخص انه في كثير خبرات غادرت
ولكن هلا عم نبني خبرات جديدة. هلا أهم شيء يكون موجود عند المتقدم للعمل القابلية للتعلم والتطوير. يعني نحن هلا بننصح كل الشباب الموجودين بالمقابلات العمل إنه أول شيء يقول له لصاحب العمل أول عم بيقابله بالإتش آر إنه أنا أي نعم ما عندي الخبرة ولكن عندي القابلية للتطوير والتعلم. هلا إنه أحيانا بتجيك شخص معه خبرة بس غير قابل للتطوير وبده يحافظ على نفس النموذج بالعمل وهذا غير ناجح. يعني كل شركة لطبيعتها الخاصة ما بيقدر الواحد يجيب خبرات من الشركة حتى لو كانت مثيلة وسيستر كومباني ويمارس نفس المهام هدول بعدة شركات، لا بدك تبني عليها. فهلأ احنا عم نحاول بمقابلات العمل دائما نعرف هالناحية هي موجودة في إلى اختبارات. يعني شو بتقولي والله انا اوكي انا قابل للتطوير والتعليم وانا مثل ما بتكون بصير في اختبارات وفي اسئله ممكن نقيس فيها الكفاءات اللي عندك انه قديش في عندك قابليه للتطوير ولا لا. هي عم بتهمنا هلا اكثر ومو كل الشركات. بحب خبر الشباب الموجودين عم يشاهدونا هلا انه ما عادت الشركات طلبت الخبره ابدا ابدا لانه كلياتهم عينهم على سوق العمل بيعرفوا شو موجود عندنا. بالعكس انا في عده جهات بكون بلجان مقابله وبدنا بس خريجين فريش أو ناس لسه ما عندها أي دراية بالصناعة ونحن بنقول لهم خلال 3 شهور ل6 شهور بنبني عنكم المعلومة بس تعونا بمخ نظيف وعندنا بس قابلية لحتى تتطور يتم صقلهم وصناعتهم. وبدي أنصحهم مثلا للشباب الموجودين هلا بسوق العمل أول وظيفة يعني بعيد شوي عن النقاش والتفاوض بالراتب والأجر كون خبرة. يعني مو مهم كتير الراتب والأجر، أي نعم الظروف الاقتصادية صعبة كتير وأنا معكم بس لحتى تجمع على سيفيتك أقل ما فيها سنة خبرة لحتى تقدر تفاوض فيها بالعمل القادم. وما عم قلك تتنقل، هلا عم شوف كتير أنا في عدم استقرار وظيفي تلاقي نفس الشخص من وصفه ما بلاقي إلا بعد شيء 6 شهور 7 شهور انتقل لوظيفة تانية بعد سنة انتقل لوظيفة ثالثة ما إنه منيح هذا. المسار المهني وقت بقرا سي في أنا موجود عليها خلال 2-3-4-5 أعمال بيعطيني انعكاس إنه ما في عنده استقرار وظيفي فهالشي ما منيح. بكل شركة الديمومة فيها والاستقرار والفترة الطويلة بتخلق خبرة. الخبرة هي بدها قاعدة. مثلا كتير في ناس بيقول لك أنا خلصت المهام المخصوص الخاصين بالوظيفة. ما في شيء اسمه خلصت المهام، في شيء اسمه تراكم خبرة، ممارسة الشيء اللي أنت تعلمته لعدة سنوات. هي شيء بنصح فيه أنا دائما للشباب اللي هلا مستعجل كتير. بتحسي الشباب بدنا نغير وبدنا 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 كل يعني جهود كتير عم تبذلوها وأكيد مشكورين على هالتطور يلي عم تتقدموا فيه لكل الشركات إن كانت على القطاع الخاص أو العام. نحن ناطرين كل شيء جديد على أرض الواقع عم تقدموه إن شاء الله بإذن الله عن طريق منبركم بنقدر نوصل للناس ونقول لهم تماما نحن شو هي إنجازاتنا وبتمنى يتابعونا دائما. نحن على صفحة الفيسبوك IHRM-Syria موجودين وكتير نشيطين وكل يوم عم بصير أبديت موجودة كل فعالياتنا وأي واحد بيهتم. عندنا كمان في شغلة لو بتسمحي لي بأقل من نص دقيقة في عندنا لحنا رابط السيفيات. نحن بكل معرض فرص عمل نجمع كل السيفيات ومنعملها نسخة إلكترونية ومنجمعها تحت رابط. أي شركة من شركات سورية بحاجة لسيفيات نحن بنقدم هذا الرابط مجانا لها. فهيك بيصير عنده طالب العمل أو الإنسان اللي راح زار المعارض ما انتست السيفي تبعته بس مجرد يومين معرض. هذا الشيء مو كافي، لذلك أي حد عم يترك سيفي عندنا عم نعمل له PDF كوبي وبنحطه على الرابط. بتلاقي الواحد زار المعرض بعد 6 شهور إجا تليفون مين أنتو كيف اتصلتوا عن طريق جمعيتنا. تماما نحن بنتمنى لكم كل التوفيق ومثل ما قالت أريج ناطرين كل جديدكم. دكتور منير عباس مدير جمعية الموارد البشرية شكرا لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم يا شكرا لك دكتور الله يعطيكم العافية. شكرا.